واقع الصيد البحري على الطريقة التقليدية بشواطئ البلدية الساحلية بوهران، واقع لا يحمل أملا لعشرات الصيادين الذين ذاقت بهم الأحوال ذرعا وطوقتهم المشاكل والصعوبات من كل جهة، كما هو الحال بالنسبة لصيادي بلدية عين الترك. حنا مادا بينا كما تقول خصنا ان بتي بور، خص عندنا حنا بروبليم هنا في الطليعة تاع فاهم، كاش المعاونة ما كانش ديرنا جماعة حوتنا نتعاونوا كاع، مادا بينا يعاونونا يخدمونا بتي بور صغير كما خدموا في كريش الوقع. هؤلاء ورغم أنهم يدعمون السوق المحلية بكميات معتبرة من مختلف أنواع الأسماك، لم تخصص لهم السلطات المحلية مساحة من الاهتمام، أما وعود المنتخبين فلم تكن سوى تطمينات ظرفية. رئيس البلدية هو متكلم، السياحة هذه هو متكلم بها، هو يعرف شكاش ما كاش وسماه كل شيء واعر، احنا نعاونوه هو يعاوننا احنا نعاونوه. أيوا حبسوا علينا هاد الزيكو، هاد الزيكو هو اللي مهرب لنا الحوت، ولا بزاف راه مهرباه كاع، هرب لنا الحوت، هرب لنا بزاف. رغم قلة الإمكانيات وقدم العتاد، لا يزال صياد الكورنيش متمسكين بمهنة ورثوها أبا عن جد، في انتظار أن تحولهم التفاتة أصحاب القرار بعين الترك من هواة إلى محترفين.